بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي الدارس في رحاب جامعة القرآن والعلوم الإسلامية في مقرر محاسبة المنشآت المالية في لقائنا 11 بعنوان القوائم المالية. فطبعا عزيزي الدارس، فقبل إعدادك للقوائم المالية في نهاية السنة المالية لابد يتوجب عليك إعداد ما يسمى بالتسويات الجردية قبل إعداد الحسابات الختامية، وهذا مصداقا ومتطلب مع معيار المحاسب الدولي رقم 1 بشأن الإفصاح عن السياسات المحاسبية لدى إعداد تلك الحسابات، والمعيار الدولي رقم 7 بشأن إعداد قائمة التدفقات النقدية، والمعيار الدولي رقم 30 بشأن المؤسسات المالية والمصرفية. ووفقاً لمبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات، ومبدأ التكلفة التاريخية، ومبدأ تحقق الإيراد، فقبل إعداد القوائم المالية لابد من عمل المقارنة بين المصروفات والإيرادات، وقبل المقارنة بين الإيرادات والمصروفات لابد من تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، ومن خلال التسويات الجردية يتم تحميل السنة المالية بما يخصها فعلا من إيرادات ومصروفات حتى يتم الوصول إلى نتيجة سليمة لقائمة المركز المالي وللمنشأة المالية. ومن أهم التسويات الجردية التي يتم أخذها في الاعتبار أولا مصاريف التأسيس. يتعين إطفاء مصاريف التأسيس بتحميل السنة المالية بما بنصيبها من هذه المصروفات، أي أن مصاريف التأسيس يتم تحميلها على عدد من السنوات، وفي الغالب يتراوح من بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، وتحميل كل سنة بما يخصها من هذه مصاريف التأسيس حتى لا يتم غبن سنة مالية على حساب سنة مالية أخرى، وبالتالي تكون عندنا نتيجة السنة المالية نتيجة سليمة. ثانيا مخصص نهاية الخدمة، ويشمل الأرصدة المستحقة للموظفين مقابل تركهم للخدمة، وأيضا رصيدهم للإجازات المستحقة، وأي مبالغ أخرى مستحقة للموظفين بموجب الأنظمة المعمول بها في المصرف. كذلك يتم أخذ بعين الاعتبار مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وذلك من خلال عمل دراسة لحساب الدائنون المدينون، ويتم تقييم هذا الحساب وتنقسم هذه الديون إلى ديون جيدة وديون مشكوك في تحصيلها، وأيضا الديون المعدومة. الديون المعدومة نقوم بعملية تكوين لها المخصصات بحيث لا تظهر في القوائم والحسابات المالية. أيضا يتم تكوين مخصص هبوط الأسعار المالية وفقا لمبدأ الحيطة والحذر، الذي ينص على أخذ الخسائر في الاعتبار وليس أخذ الأرباح في الاعتبار. يعني يتم على المصرف القيام بتحديد قيمة الهبوط في أسعار الاستثمارات من الأوراق المالية التي بحوزته، ويتم ذلك بمراعاة الضوابط التي حددها معيار المحاسب الدولي 39 بشأن الاعتراف والقياس للمعايير الأخرى المتعلقة بمعالجة تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى الضوابط الصادرة عن سلطة النقد بشأن تكوين مخصصات، وذلك بهدف الوقوف بدقة على حجم الهبوط الفعلي في الاستثمارات، ومن ثم تكوين المخصصات المالية الكافية لمقابلة تلك الهبوط. أيضا يجب عند إعداد التسويات الجردية أخذ في الاعتبار مخصص إهلاك الأصول الثابتة، ويتم احتساب إهلاك للأصول الثابتة وفقا للمعدلات المطبقة في البنك لمقابلة الإهلاك الفعلي في قيمة الأصل بسبب الاستخدام والتقادم. كذلك يؤخذ في الاعتبار مخصص الضرائب، وهو المخصص الذي يتم تكوينه لمقابل الضرائب المستحقة على المصرف وفقا لصافي أرباحه السنوية، مع ملاحظة أن تكوين احتساب هذا المخصص بما يتفق مع الأحكام الواردة في قانون ضرائب الدخل، بحيث يتم تعديل الربح بالزيادة والخفض بما يتلائم والأحكام الضريبية وصولا إلى قاعدة الربح الخاضعة للضريبة، والتي يتم
في ضوئها تطبيق النسب الضريبية وتكوين المخصص اللازم لمقابلتها. أيضا من أجل تسويات عمل التسويات في نهاية السنة لابد من الوقوف على نتائج الجرد الفعلية للأصول الثابتة والأصول الأخرى ذات القيمة المالية مثل جرد النقدية في الخزائن، جرد الكمبيالات المختلفة، جرد الأوراق المالية، جرد حسابات الودائع الجارية والآجلة، وكذلك جرد الأصول القروض والسلف وإلى آخر من ذلك، من أجل المطابقة اللازمة للتأكد من عدم وجود فروقات بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية لهذه الموجودات. أيضا يتم أخذ في الاعتبار تحديد المصروفات المدفوعة مقدما والمصروفات المستحقة، وكذلك الإيرادات المحصلة مقدما والإيرادات المستحقة سواء تعلقت بالفوائد أو العمولات المدينة أو الدائنة أو الإيرادات والمصروفات الأخرى. بعد إجراء هذه التسويات الجردية والانتهاء منها يتم عملية إعداد القوائم المالية. يقوم كل بنك في نهاية كل فترة مالية بإعداد القوائم المالية مدعمة بالبيانات الإيضاحية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي. وأول هذه القوائم هي قائمة الدخل أو حساب الأرباح والخسائر، وتتكون قائمة الدخل في الجانب الدائن من الإيرادات والجانب المدين في المصروفات. وتتكون الإيرادات، هناك إيرادات أساسية للمصرف وتتمثل في الفوائد المحصلة من عمليات الإقراض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، العمولات المحصلة التي يحصل عليها المصرف مقابل خدماته التي يقدمها للعملاء مثل الآجيو نظيرة تقديم خدمات خصم الأوراق التجارية. أيضا هناك إيراد الاستثمارات وتتمثل في إيرادات الأسهم والسندات المملوكة للبنك ومدى اتفاق تاريخ استحقاق الفائدة مع تاريخ إعداد القوائم المالية. وأيضا إيراد الأسهم فيتم قيدها عند التحصيل لأنه من الصعب تحديد نتيجة أعمال الشركة المستثمرة فيها إلا بعد نهاية السنة المالية وتحديد الأرباح وسياسة توزيعها، لذلك لا يتم قيد قيمة الأرباح الأسهم إلا عند تحصيلها فعلا. أيضا عندنا إيراد متمثل في بيع الأوراق المالية ويتمثل في الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية لهذه الأوراق. هذا الجانب الدائن من حساب الأرباح والخسائر، يقابله في الجانب المدين المصروفات، بحيث تتمثل المصروفات الرئيسية للمصرف فيما يلي: أولا الفوائد المدينة، وهي الفوائد المدفوعة للعملاء مقابل الودائع لأجل أو توفير أو الحسابات الجارية، وهنا يقوم المصرف بعمل حساب للفوائد المستحقة لصالح عملائه التي لم يحل ميعاد دفعها بعد، يعني يتم أخذها في التسويات. أيضا من المصاريف التي تظهر في قائمة الدخل في الجانب المدين العمولة المدفوعة إلى المصارف أو إلى بعض الأفراد مقابل خدمات يؤدونها للمصرف. أيضا تظهر في الجانب المدين المصروفات العمومية والإدارية وتتمثل في جميع الأعباء التي يتحملها المصرف كالمرتبات والأجور والقرطاسية والبريد والهاتف وغيرها من المصروفات، مع مراعاة إجراء التسويات الجردية لها. أيضا يظهر في الجانب المدين استهلاك الأصول الثابتة. أيضا لو هناك خسائر بيع الأوراق المالية، إذا نتج عن بيع الأوراق خسائر مالية أي بيعها بأقل من تكلفتها القيمة الدفترية، تظهر هذه الخسائر عندنا في قائمة الدخل في جانب المصروفات. أيضا المخصصات يتم وضعها في الجانب المدين من حساب قائمة الدخل، وهذا عندنا نموذج حساب قائمة الدخل وحساب الأرباح والخسائر للبنك. أولا يتم وضع الفوائد الدائنة والعمولات الدائنة، هذه بمثابة إيراد، مجموع الإيرادات يتم تخفيض منها الفوائد المدينة والعمولات المدينة حتى نوصل إلى صافي الفوائد والعمولات. بعد ذلك نقوم بعملية إضافة إيراد رسوم المعاملات والخدمات وإيرادات الاستثمارات وفروق العمولات والإيرادات الأخرى حتى نوصل إلى مجموع الإيرادات، ثم بعد ذلك يتم تخفيضها بالمصاريف الإدارية والعمومية بما في ذلك مصاريف الإطفاء الخاصة بالسنة وأيضا
حساب استهلاك الأصول الثابتة. نوصل إلى صافي الربح قبل خصم الضريبة، ثم يتم احتساب صافي الدخل، يعني يتم احتساب ضريبة الدخل المستحقة، ويتم تخفيضها من صافي الربح قبل خصم الضريبة، وفي النهاية نوصل إلى صافي الربح بعد الضريبة. هذا نموذج لقائمة الدخل في المنشآت المالية. ثانياً، من القوائم التي يتم إعدادها في نهاية السنة هي قائمة المركز المالي أو ما يسمى بالميزانية العمومية. تتمثل عناصر قائمة المركز المالي في جانبين، الجانب الأول عندنا جانب الأصول وهو الموجودات، ويتم ترتيبها وتبويبها وفقاً لحسب سيولتها، بحيث تبدأ بالعناصر الأكثر سيولة ثم الأقل، وهكذا، ويعود السبل في ذلك إلى درجة الأهمية لعناصر السيولة في عمل المصرف باعتبارها العنصر الحاسم في أداء العمل. أما الجانب الآخر وهو جانب الخصوم، وهو يتضمن كافة العناصر التي تشكل التزامات على المصرف، وأيضا يتم ترتيبها في الجانب الدائن حسب سيولتها. لذلك نجد أن الودائع الجارية والحسابات الجارية تتصدر دائما أول العناصر في جانب الخصوم، بالنظر إلى ما تتميز به هذه من سيولة سريعة. وفيما يلي بيان أهم العناصر التي تتضمنها الميزانية. أولا، في جانب الأصول عندنا بتكون في البداية النقدية، وتشمل النقدية في البنك ولدى الخزائن. أيضا عندنا محفظة الأوراق التجارية، الأوراق المالية، وتشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات. كذلك الكمبيالات المخصومة، الحسابات الجارية المدينة، القروض والسلف، والموجودات الثابتة بالصافي، يعني بعد استبعاد أقساط الإهلاك الخاصة بالسنة، والموجودات الأخرى، ثم الحسابات النظامية كمرحلة ثانية بعد تجميع الميزانية. أما الجانب الآخر وهو جانب الخصوم، فيشمل الحسابات الجارية، حساب ودائع الأجل، ودائع بإشعار، ودائع البنوك، يعني التأمينات النقدية، المخصصات المختلفة، والمطلوبات الأخرى، ثم حقوق المساهمين، وبالأخير الحسابات النظامية كمرحلة ثانية بعد تجميع الميزانية. ولدينا الشكل التالي يوضح قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية. فبداية الأصول المتداولة، وتم وضع في بدايتها النقدية، سواء كانت في بنوك محلية وبنوك أجنبية أو في البنك المركزي. بعد ذلك يليها القروض والمعادن والأوراق التجارية المخصومة والاستثمارات والتأمينات والمصروفات المقدمة والإيرادات المستحقة. ثم تأتي بعد ذلك القروض طويلة الأجل، سواء كانت طويلة الأجل أو في شركات تابعة وعقارات. بعد ذلك تأتي الأصول الثابتة بمختلف تكويناتها. وثم آخر الجانب الأصول عندنا أصول أخرى، ومن ضمنها مصاريف تأسيس غير مطفاه. المصاريف التأسيس المطفاه، يعني الخاص بالسنة الحالية، يظهر في قائمة الدخل، والمتبقي من هذا البند يتم عرضه في حساب قائمة المركز المالي حتى يتم إطفاؤه في السنوات اللاحقة. يأتي عندنا في الجانب الدائن المطلوبات وحقوق الملكية، وكما ذكرنا المطلوبات المتداولة. نبدأ بالبنود الأكثر سيولة والمتمثلة في حساب الودائع والحسابات الجارية والتأمينات، وأيضا بعد ذلك المصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة. ثم بعد ذلك الإيداعات والقروض والسندات الصادرة عن البنك. ثم يأتي ما قبل الأخير، المخصصات التي تم تكوينها من خلال التسويات الجردية. وأخيرا تظهر عندنا حقوق الملكية المتمثلة في رأس المال المدفوع، والاحتياطي الإجباري، والاحتياطي الاختياري، وأرباح غير موزعة. وبالتالي تتساوى عندنا جانب الأصول وجانب الخصوم في قائمة المركز المالي. بعد ذلك يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية، حيث أن البنك يستخدم نظام الاستحقاق في المحاسبة. ونظراً للحاجة إلى معرفة الأموال الداخلة والخارجة والناتجة عن النشاط، فقد بدأ الاهتمام نحو إعداد تلك القائمة كجزء مكمل للحسابات الختامية لغرض تحقيق أهداف.
يعني الأهداف من إعداد قائمة التدفقات النقدية: أولاً مساعدة المستثمرين والأطراف ذات العلاقة من مستخدمي القوائم المالية على فهم المقدرة المالية المستقبلية للمؤسسة بما في ذلك مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ثانياً معرفة حجم الاختلاف بين صافي الربح المحدد للفترة على أساس الاستحقاق والتدفق النقدي المحصل. أيضاً من فوائد قائمة التدفقات النقدية تقييم التغيرات التي تحصل في الهيكل المالي للمؤسسة، ويتم إعداد هذه القائمة على أساس تقسيمها إلى ثلاث مراحل. يعني قائمة التدفقات يتم إعدادها على ثلاث مراحل: أول مرحلة صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، ثم صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية، وبعد ذلك صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. وهذا نموذج لقائمة التدفقات النقدية. بعد ذلك القائمة الرابعة التي يتم إعدادها وهي قائمة التغير في حقوق الملكية، وهي قائمة التي تظهر أرصدة حقوق الملكية أول الفترة والتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة، سواء لأغراض زيادة رأس المال أو زيادة الاحتياطيات المكونة أو تخفيض رأس المال والأرباح المدورة. وبالإضافة إلى ما سبق، يقوم المصرف أيضا وضمن متطلبات عرض القوائم المالية على الهيئة السابقة على الهيئة العامة للمساهمين تقديم مقترح حول توزيع الأرباح، حيث يقوم مجلس إدارة البنك المقترح المذكور إلى الهيئة العامة للمساهمين لمناقشته وإقراره. ويتضمن هذا الحساب ما يلي: احتساب الاحتياطي القانوني، وأيضا احتساب الاحتياطي الاختياري، وكذلك تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأيضا الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وهي نسبة معينة من الأرباح. وفي الأخير الأرباح المتبقية المدورة التي يتم انتقالها من سنة إلى سنة مالية أخرى. وهذا عندنا الشكل يوضح كيفية توزيع الأرباح لدى البنك التجاري. عزيزي الدارس، هذه بالنسبة بعض المؤشرات وبعض الاعتبارات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية، وهو أولاً إعداد التسويات الجردية، وهذه تعتبر الخطوة الأساسية لإعداد القوائم المالية. ثم يتم إعداد القوائم المالية من خلال أولاً إعداد قائمة الدخل أو ما يسمى حساب قائمة الأرباح والخسائر، ثم يتم عملية إعداد قائمة المركز المالي بجانبيها الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ثم قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق المساهمين. إلى هنا نأتي إلى نهاية لقاءنا الحادي عشر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.